الصراع موجود وسوف يستمر، مثل ما روسيا تهجم على اوكرانيا، اوكرانيا معتها ناس يهجمون على روسيا، ومثل ما نحن، فهذا هو جزء من الصراع السياسي يعني. والسياسه لا تعرف لا الاخلاق ولا المبادئ ولا القيم. تحريك هذه العصابات في هذه الفتره مؤشر على ان هنالك جهات دوليه هي من قدمت التسهيلات لاستهداف للاقامه بمثل هذا العمل المتكرر في الكثير من الدول خصوصا في العراق. الدول الغربيه عجزت عن مواجهه روسيا بشكل مباشر، لجأت الى تحريك الخيوط والمجاميع التي مرتبطه بها. داعش هو نتيجه عمل استخباراتي دولي، وعلى راس تلك الاستخبارات صناعه امريكيه هو يعني. فلهذا نلاحظ ان اعمال داعش دائما تخدم السياسه الامريكيه. حياكم الله. في قانون السياسة الدولية إياك أن تنصر المظلوم فتكوى بنار الظالم، وموسكو خير شاهد. ما بين تأييدها لمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة والهجوم على قاعة الحفلات ليلة وضحاها، فهل نتهم المعارضين بمجلس الأمن بدماء الأبرياء أم نخلي مسؤوليتهم وفق قوانينهم غير الإنسانية التي أغرقت أطفال غزة بالدماء وأعصبت التهمة برأس المقاومين الشرفاء؟ وما بين التطورات الإقليمية والدولية، رحلة بعد انتظار قائدها السوداني ووجهتها واشنطن، والسؤال ماذا ستحمل في أجنداتها؟ للحديث عن محور حلقتنا الأول لهذا اليوم حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي. حياكم الله. أهلا مرحبا. شكرا. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. أستاذ فاضل أبدأ معك، ونتحدث بلغة أمنية بحتة، هجوم مباغت على روسيا والمتهم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم، كيف تقرأه أمنيا؟ نعم، بدأ تحية طيبة لك فرح ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك الأخ والعزيز والكريم دكتور أسامة السعيدي. يعني فرح، باغتنا فاجأنا اليوم تنظيم داعش بهذا السلوك الغير مسبوق، بيد أنه داعش تعود خلال الأربع سنوات المنقضية سيما بعد انتهاء جذوته وانطفاء قدرته فيما يتعلق بدولة التمكين، ما عادت له تلك القدرة للامتداد والتمدد. لكن هذه المرة الانطلاقة من غازي عنتاب الرحبانية التي تقع عند الحدود المتاخمة ما بين تركيا وسوريا، بيد أن التنظيم هو تنظيم رغم أنه عقائدي ومنظم ويعتمد على روح الجماعة وليس على القيادة القيادات الفردية، إنما يعتمد على الضربات التي تكمن بكونها مناطق رخوة أو فراغ أمني، تشكل فراغا أمني أو منطقة رخوة. طبعا انا لاحظت الاعترافات التي ادلى بها منفذ هذه العمليه، هذا يعني انا في تقديراتي هو ليس غير منتمي انتماء عقائديا رغم انه مسلم، لكنه غير منتمي عقائديا الى تنظيم داعش لجمله اعتبارات. اولا هو التنظيم هو ليس تنظيم مالي، بمعنى انه لا يعول كثيرا على الاغراءات الماليه، بيد ان الاغراءات الماليه هي عباره عن كفالات رمزيه، بمعنى انه توزع رواتب ومخصصات شبه ضئيلة لمن يعمل بهذا التنظيم. لكن يبدو أنه من المرتزقة، وهو اندفع بطريقة بينة وواضحة
وقد اعقب قد يعني اخل يعني كان بدايه يعني قبل تنفيذ العمليه كانت هناك عمليات تدريب واسعه شملت يعني تخطيطات مسبقه. طيب وين دور الاستخبارات الروسي؟ جهاز الامن الروسي كيف يعقل ان تخترق روسيا هذا الخرق الامني الكبير؟ يعني روسيا هي ليست افضل حاله من السي اي اي ولا افضل حال من الاستخبارات البريطانيه ولا افضل حال من الاستخبارات الفرنسيه والبلجيكيه. تنظيم داعش تنظيم يعتمد النفس الطويل بمعنى انه يوطن اتباعه ومريديه ومنفذي هذه العمليات لاشهر لا بل لسنين. يعني الذين نفذوا ضربات 11 سبتمبر هم يخططون قبل نحو عامين. اكو دعم خارجي حتى انتقل للدكتور اسامه؟ يعني دعم خارجي للمنفذين؟ اي من الولايات المتحده ومن ممكن من اوكرانيا اللي خلت مسؤوليتها قال، وطبعا هي اول دوله نفت صلتها يعني بهذه الهجمات. شوفي اوكرانيا لا يمكن لها ان يعني وضعها لا يؤهلها ان تقوم بهذا الدور المعمق، لان هذا الدور يحتاج الى جهد كبير، وهي منشغله بالحرب التي فرضت عليها والحرب الذي الضروس التي تتلقاها والضربات. لكن اعتقد ان داعش يريد ان يعيد للاذهان صورته المندثره، لان هناك افول اصابت تنظيم وضمور في نشاطه سيما بعد عام 2017 وما تلاها. حتحدث ويا حضرتك بهذه النقطه بالتفصيل. دكتور اسامه، سياسيا شنو الابعاد السياسيه لهذا الهجوم؟ اولا شكرا جزيلا تحيه جنابكم والسيد فاضل الموقر ولا مشاهدي قناه الايام، شكرا على الاستضافه. ابتداء احنا نتحدث اولا عن معركه عسكريه فيها جوانب سياسيه، جوانب اقتصاديه. نعم. معركه تحاول فيها يحاول فيها جانب روسيا ان يستنزف الامكانيات والقدرات المقابله للولايات المتحده الامريكيه للاتحاد الاوروبي بكل دوله. المعركه هي معركه قد تكون مباشره مع اوكرانيا، غير مباشره مع حلف الناتو، والان قد تبدو صريحه مع حلف الناتو. بالعموم رتابه خلينا نسمي هذه الحرب و معرفة الأطراف الأوروبية والأمريكية بأن الغاية يعني الروسية من الحرب الأوكرانية هو عملية استنزاف، لذلك هم يريدون أن تتقدم روسيا خطوة وأن تخطو خطوات باتجاه التصعيد على أمل أن تكون هناك نافذة. شنو طبيعة التصعيد اللي طبيعة التصعيد اللي هو هاي العملية اللي حصلت، أنه لازم يصير أكو عملية بالداخل الروسي حتى تدفع روسيا إلى أن تعيد حساباتها، وبالتالي ما تستمر في حربها وتبدي تفكر بأمنها الداخلي وتعيد حساباتها الاستراتيجيه والسياسيه، وتبدا تبحث عن طاوله حوار اللي قد يكون غادرناها يعني من اشهر طويله. لكن ممكن هذه النتيجه اللي حضرتك تتحدث بها تاتي عكسيه. ما هو عدم رغبه روسيا، يعني نتحدث بواقعيه، عدم رغبه روسيا في حسم المعركه وانهاء هذا الملف هو اللي الغايه من هذه العمليه، ما معناه انه دفع القياده الروسيه الى ان تقوم بعمليات انتقاميه والمزيد من العمليات العسكريه حتى لابد ان يصلوا الى نتيجه، هذه النتيجه اللي لابد ان يكون هناك حوار، لانه اي حرب ممكن ان تستمر يعني الى ما لا نهايه، كل الحروب. انت حضرتك قلت حرب استنزاف. نعم، حرب استنزاف هذا ما تريده روسيا، لكن الاطراف الاوروبيه تريد تنهي هذه الحرب، وبالتالي لابد انه لكل حرب لها نهايه. عمليه القيام بهكذا عمليات سبقتها قد تكون طائره اخرى كانت مسيره على الكرملين. نعم. هي الغايه منها انه القياده الروسيه تبدي تعيد النظر في حساباتها وتعيد النظر في انه تحافظ على امنها الداخلي على حساب قد يكون الانغماس او مزيد من الانغماس، خاصه اذا ما علمنا ان روسيا الان تفكر بعمليه. نعم. تعبئه لاكثر من 100,000 جندي للصيف المقبل حتى تقوم بعمليه واسعه النطاق، لذلك هم يريدون يستبقون يعني مثل هكذا عمليات قد تحاول انه تعيد او تجعل القياده الروسيه تعيد النظر في حساباتها في تصوراتها حتى يبحثون عن امل لطاوله حوار مفترضه ما بين. نعم. كل الاطراف. نرحب الان عبر الهاتف بالدكتور نزار بوش، استاذ العلوم السياسيه في جامعه العلوم الانسانيه في موسكو. اهلا وسهلا بك دكتور نزار، ونتحدث عن العمليه الارهابيه التي حدثت في روسيا، نتحدث عن ابعادها السياسيه والامنيه، تفضل. نعم، تحيه لكم. لا شك ان هذه العمليه الارهابيه تاتي في سياق طبعا الحرب التي يشنها الغرب على روسيا. الحرب طبعا عده انواع، الحرب الاقتصاديه، الحرب الاعلاميه. نعم. الحرب العسكريه، والان الحرب الارهابيه. هذه العمليه الارهابيه مرتبطه ارتباط يعني موثق مع ما يحصل على الجبهه الاوكرانيه. والسبب طبعا لجأوا الى هكذا عمليات بتجنيد طبعا
متطرفين جاءوا من طبعا اسيا الوسطى وجاءوا من شمال سوريا، كانوا مع داعش مع جبهة النصرة، ربما جندوهم يعني حقيقة، واستطاعوا تجنيدهم، ويعني هم بالأصل كان لديهم غسل دماغ يعني. طيب من وجهة نظري الشخصية، نعم من وجهة نظري الشخصية أنه فشل في كل هذه الحروب التي ذكرتها، التي الحرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية، يعني فشل الغرب فيها بإخضاع روسيا، بكسر روسيا، بتدين روسيا. فالآن لجأوا كما كعادتهم إلى هذه الحرب. طيب إذا أنت تقول أنها حرب من نوع جديدة، طيب هل روسيا مستعدة اليوم لهذا النوع الجديد من الحروب؟ لا شك لدى روسيا خبرة كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا لهكذا عمليات إرهابية. نحن نعلم في عام 2000 و2002 عندما تعرض مسرح في وسط موسكو، وأنا كنت شاهد عيان على ذلك، من طبعا جماعات إرهابية، وتم قتل أكثر من 130 طفل مع امرأة في المسرح. على ذلك في محطة مشكل تم تفجير طبعا في زحم من الناس، ازدحام، عندما كان ازدحام الناس فجروا طبعا في المحطة. عدا ذلك في مدرسة كيسلان عام 2000 طبعا وواحد أو اثنين لا أذكر تماما، قتلوا ما يقارب 70 طفل مع المعلمات أو المدرسات. إذا واستطاعت روسيا أن تتخطى كل هذه العمليات الإرهابية وتنتصر على الإرهاب في طبعا القوقاز وفي شيشان. فمن وجهة نظري الشخصية الآن طبعا لم يحدث شيء جديد، ولكن هو فقط عبارة عن أن التاريخ يعيد نفسه، يعني فقط الممولون هم نفسهم يعني قديما والآن، طبعا الإسلامويون ممكن أن نقول يعني، أو المتطرفون هم نفسهم، فقط الزمن هو الفارق. ولكن روسيا تستطيع، ليس تستطيع، سوف تنتصر، هي منتصرة بكل هذه الحروب. نعم. والآن لا شك أنها منتصرة على هؤلاء الإرهابيين وتنظف بكل تأكيد روسيا منهم. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا. نعم دكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الإنسانية في موسكو، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، كنت معنا من عبر الهاتف من روسيا. إذا دكتور فاضل، حضرتك تطرقت إلى نقطة مهمة جدا، قلت أن هناك من يحاول إعادة داعش إلى الواجهة من جديد. طيب هذه العملية ربما أعطت دفعة قوية للإعلام الغربي بأن داعش موجود وقوي. يعني فرح بصراحة نتكلم، اولا داعش لن ينتهي ولن يندثر، هو يمرض لكنه لا يموت، هو يضعف لكنه لن يتلاشى. لماذا؟ لان فيه مجلس الشورى، وهذا مجلس الشورى هو يعتمد على استنباط الاحكام الشرعيه، وهو يعتد ويعول كثيرا على الفتيا وعلى فقهائه وعلى منظريه. طيب لذلك اليوم طالبان والقاعده والنصره وداعش كلها تعول على وتتعكز على عقيدة، يعني طالبان هي على المذهب الديوبندي وهو مذهب حنفي، تغاير يعني عقيدة القاعدة التي هي على السلفية الجهادية، وهي ليست بطن من بطون السلفية السلطانية أو الجامية أو الشامية أو النبائية أو القبطية على حد سواء، على خلاف داعش التي تقول بالكفر التسلسلي، وهي تكفير من لا يكفر الكافر. بمعنى أن داعش مهما كانت العمليات عليه، لو تضافرت عليه كل دول العالم والمنطقة، لن تنهي داعش، إنما تضعفه، تنهكه، تحد من مخاطره. لكن أن تجهز عليه بطريقة أقول لك مبرمة وأنه تلاشى بشكل حد قطع الاندثار، قطعا لا. زي منو يموله دكتور؟ داعش، شوفي داعش هو لا يحتاج أن يموله أحد، لأن داعش استحوذ على أموال كثيرة. داعش فقط على أموال البنك المركزي فرع نينوى، داعش كانت فيها اموال قرابه 850 مليون دولار، ناهيك عن المخشلات وعن السبائك الذهبيه والفضيه على حد سواء. داعش استولى على جميع ممتلكات الثمينه لجامعه الموصل، داعش استولى على مواد وعلى يعني محاذاه. داعش صناعه امريكيه تحركه واشنطن وقت ما تريد،
بصراحة دكتور. لا داعش ليس صناعة أمريكية، إنما أشوف هذا اللي قالته هيلاري كلينتون، إنما هو نكاية بالرؤساء الذين كانوا ينافسوها من حيث الترشيح. نعم. داعش هي صناعة أوجدت أنفسها نفسها من خاصرة القاعدة. ويعني قد هذا الكلام، قد هذا الدايجنوسيس اللي أنا أذهب له الآن قد لا يعني يتناسب مع أمزجة البعض. داعش هو نتيجة خلافات داخل تنظيم القاعدة، وهي يعني تقصد نشأ نتيجة خلاف؟ نعم، نتيجة خلاف داخلي بين قيادات وبين مقاتلين، بدليل أنه أبي بكر بغدادي هو كان منسق عام الولايات قبل أن ينشق ويصبح خليفة، أبو خالد السوري كذلك، عبد الله قرداش، يعني صارت بيناتهم انشقاقات أدت إلى ظهور داعش بحسب ما تتفضل به. أستاذ أسامة، طبيعة الرد الروسي شلون تقرأها سياسيا؟ هو طبعا اليوم التصريحات الإعلام الروسي، الموقف الرسمي الروسي هو يعيش حالة صدمة، خاصة في اللحظات والدقائق والساعات الأولى. اليوم الآن بدأت يمتص الصدمة، بدأت يعيد حساباته، لا يعني خشية أن تكون هناك عملية أخرى يعني مشابهة أو مناظرة أو على غرارها. لكن في كل الأحوال أنا يعني لا أزال عند فرضيتي أنه هذه رسالة مبطنة إلى روسيا، أنه آن الأوان أن تفكري بإنهاء ملف الحرب الأوكرانية. ستفتح روسيا أبواب الحرب العالمية الثالثة لو لا؟ إحنا عمليا يعني إحنا في حرب، يعني هسه قد تكون مو، أرجع وأقول مو بالأطراف الصريحة، لكن يعني عندما تكون هناك دعم لدبابات أمريكية في الجبهة الأوكرانية، عندما تكون هناك دبابات ألمانية، صواريخ فرنسية، تدريب القوات الأوكرانية، تواجد ضباط من حلف الناتو، بريطانيين وفرنسيين وأمريكان في الجبهات الأوكرانية، عمليا هي حرب عالمية. لكن قد تكون جبهتها محصورة ما بين الحدود الروسية الأوكرانية وما يسمى بالأقاليم اللي تحاول روسيا أن تضمها، لكن هي عمليا نعم نحن الآن نعيش بنعم أو بلا. راح نشوف السلاح النووي حاضر لو لا؟ السلاح هو آخر الخيارات، يعني مو من السهل التلويح واستخدامه، قد يكون في مرحلة ما قد يستخدم تكتيكيا لكن مو بالصيغة الشاملة. نعم، شكرا جزيلا. الآن نذهب إلى ختام محور حلقتنا الأول بأبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف موسكو. محور حلقتنا الثاني راح يتكلم عن قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقبل لا نبدأ الحوار مع ضيوفنا خلونا نشوف هذا الإنفوغراف عن آخر الإحصائيات للأضرار التي لحقت بالعدو الصهيوني خلال الفترة الماضية. We'll be right back.
نعود الآن لضيوفنا دكتور فاضل ودكتور أسامة. ودكتور فاضل، نتحدث عن معركة غزة، يعني معركة غير متكافئة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومين في غزة. حتى الآن تحولت المعركة إلى حرب استنزاف؟ يعني أولا الكيان الغاصب لم يكن يظن ولم يأخذ بحسبانه أن المعركة ستستمر لهذه الشهور الكثيرة، وهذه الشهور ممتدة من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا. لذلك يعني كل يوم يمر على هذه الحرب يعني الثابت هو الكيان الغاصب، لذلك والمتحرك هي الرمال الهائجة والرمال التي تخشى القلوب والعيون، اللي هي الأبطال من المجاهدين. لذلك أعتقد أن ما يقوم به المجاهدين بقضهم وقبيضهم يوميا، يعني هناك عمليات تكبيد وخسائر، خسائر معنوية لليوم الكيان الغاصب إزاء معادلة خطيرة، وهي أنه يجابه من قبل يعني الأصدقاء الذين يناصروه والمناوئين الذين في صدد طريقهم إلى التطبيع. إذا لماذا يصر على الاستمرار بهذه المعركة؟ يصر لأنه إن سكت قطعا يعني سيأخذ هذا الطوفان ويسير باتجاه المدن المختصبة. لذلك أعتقد هو يريد أن يدافع عن نفسه بعمليات هجوم وحرب إبادة ضد أهلنا في فلسطين، ضد العزل، ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد الشيوخ، ضد الدور. حطم أكثر من 22 ألف بناية ومحطة ووحدة سكنية، وهذه طبعا البنى التحتية برمتها بغزة قد تحطمت، بمعنى أن الآن غزة لن تصبح بعد الآن منطقة تصلح للسكن ما لم يتم إعادتها يعني من جديد. إذن أكيد أكو سيناريو بعد هذه الإبادة، يعني هناك تناقض بالسياسة الغربية. بالوقت اللي رئيس وزراء بريطانيا يهبط بطائرته بطائرة عسكرية محملة بالأسلحة، وهو يتوالى خلف هذه الأسلحة وينزل يتلصلص ويتسلل في مطار بنغوريون، وينزل وهو يريد أن يعلن الولاء للجيش الكيان الغاصب. وفي الوقت عينه حينما يعود إلى لندن يصرح يقول هذه حرب ضد الأطفال ونحن لن نسمح بها. مفارقة غريبة. نعم، لذلك هناك ازدواجية بالمعايير. يعني بالوقت اللي بايدن يقول يعني لا يمكن أن نقبل لحرب تستهدف الطفل والصغير والكبير، بالوقت الذي يقول ديمتهم بالأسلحة مصارمون. في ذلك الوقت هو ديمتهم بالأسلحة. نعم، شلون ما تريد الطفل ينقتل وأنت قاعد تنطي سلاح للكيان؟ يعني الغرب الذين يهرعون إلى إنقاذ كلب يعني سقط في حفرة وهم لن يتورعوا على حرب إبادة تضرب الأطفال والشيوخ والنساء. نعم. والمدنيين العزل بوابل من القنابل، قنابل محرمة، يعني تم استخدام النابالم بها، تم استخدام أسلحة يعني بهذه النقطة اللي تتفضل بها راح توجه بالسؤال للدكتور أسامة. دكتور أسامة، الحرب الآن تأخذ أبعاد سياسية أكثر مما هي أبعاد أمنية؟ هو ماكو حق، هو دائما الحرب يعني سياسة بعبارة أخرى. ما حصل مظلومية لشعب امتدت ما قبل عام 1948 وما تلاها من نكسات وحروب مع هذا الكيان، وصولا الى مرحله انه يعني اللي رضى بالتطبيع بال91 او 93 ما عرف اتفاق اوسلو، بعد 31 سنه 32 سنه لم يتحقق شيء من اتفاق اوسلو، وبالتالي لم يكن هناك ميناء مستقل، لم يكن هناك مطار مستقل، لم تكن هناك دوله اسمها فلسطين معترف بها من قبل الامم المتحده. اذا ماذا ينتظر يعني الفلسطينيون؟ طبعا الموقف العربي موقف متخاذ، يعني في الوقت اللي اليوم خليك من الموقف العربي، جلسة مجلس الأمن الدولي حتى يعلنون وقف إطلاق النار، ليش كل هذا التأجيل دكتور أسامة؟ ما هو مشروع القرار أصلا اللي قدم الأمريكي هو الغاية منه هو ضرب الرماد بالعيون، ما معناه أنه ما يريد يسلط الضوء في المسودة مالته أو في مشروع القرار، ما سلط الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني أو في غزة، ولم يسلط الضوء على الضحايا والشهداء الذين يتعرضون أو القتل أو الإبادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب من قبل الكيان، بقدر ما هو يحاول أنه يعطي نوع من الخطاب العام والتوصيف العام. لذلك فعلا كان إيقاف أو فرمرة هذا القرار هو أفضل من إصداره، يعني كانت أصبحت هناك نوع من الجبهة المعارضة للموقف البريطاني والموقف الأمريكي. اليوم ليش أجلت الجلسة دكتور أسامة؟ ما إحنا القرار اللي تبغيه يعني الممثلين الغير الدائمين والصين وروسيا أن يكون قرار متوازن، ما معناه أنه يعطي
صورة واضحة للعالم عن ما يحصل من عملية إبادة. هذا طبعا الموضوع ما تسمح به يعني الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي من الدول الآخرة يعني قد تكون المؤيدة. يعني اليوم العالم منقسم ما بين عالم مؤيد لهذا الكيان وخلينا نسميه العالم الحر اللي هو بدأ يؤمن بأنه ما يحصل هو عملية إبادة جماعية. لكن العدو والصديق تجمع المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية، ليس من مصلحة أحد أن تستمر هذه الحرب. اليوم حتى أمريكا قد يكون مو من باب الإنسانية لكن من باب الأغراض الانتخابية، وأنه كلوبيات عربية بدأت تضغط في الداخل الأمريكي على الحزب الديمقراطي وخشية أن تهدد شعبيته أو مساحته، لكن لا تزال اللوبيات الصهيونية هي الأعلى وهي اللي صوتها أكثر وهي اللي تأثر بالمسار أو بالخيارات الرئيس الأمريكي سواء كانت الحالي أو المقبل. لذلك قد يكون العناد السياسي اللي الآن لدى رئيس وزراء الاحتلال في عدم الركون إلى طاولة حوار حقيقية، وإن كانت حتى وإن كانت غير مباشرة، وقف لإطلاق النار، دخول المساعدات، اليوم الخيارات بصراحة ودت خيارات صعبة. وانت يقول لك دخول المساعدات في ذات الوقت اكو اسلحه جايده تدخل. اذا شنو انا دا اتحدث عن مساعدات تدخل للشعب الفلسطيني. نعم هذه المساعدات ما قاعد تدخل، لكن المساعدات اللي دا تعطى الكيان قاعد يبيتهم. يعني الهدف اليوم من هذه المعركه هو اباده الشعب الفلسطيني بالكامل. هو هذا شيء مفروغ منه اكيد، يعني اليوم ما عاد خافي على احد هذا القضيه، لكن المحكمه الجنائيه الدوليه تصم اذانها، مجلس الأمن يصم أعينه، العرب اليوم عندهم ممر بري ينقل البضائع والخدمات والسلع والفواكه والخضار والمأكولات من الإمارات عبر موانئ الخليج. طيب. من الإمارات إلى يعني إلى السعودية إلى الأردن، فبدلا من أن تنقل هذه المواد إلى الشعب الفلسطيني تنقل إلى الأراضي المحتلة، وهذا الموقف المتخاذل طبعا. طيب. على طول التاريخ لهذه الدول. طيب دكتور فاضل، اليوم الولايات المتحدة تستطيع دعم أوكرانيا ودعم الكيان الإسرائيلي؟ لو لازم تخلي حد، لأنه الآن دخلنا في وقت استنزاف. لا يعني أولا الولايات المتحدة هي تمثل الاقتصاد العالمي الأول في العالم، وفقط ميزانيتها في وزارة الدفاع أكثر من 800 مليار دولار فقط. طيب. لوزارة واحدة، ويعني واحدة من المآخذ التي ذكرها ترامب على بايدن، سأله بسؤال طبعا في بداية في منتصف الأزمة، قال له 450 مليار دولار أين ذهبت أموال دعم دافعي الضرائب الأمريكية إلى أوكرانيا؟ بمعنى أن الولايات المتحدة يعني هي تعمل بخطين متوازيين، خط الدعم المستمر والمزمن للكيان الغاصب، وهي يعني وهذا سلوك اعتادوا عليه الأمريكان مع كل الحكومات المتعاقبة على دعم إدارة الحكم في الكيان الغاصب، وهو ليس يعني كل رئيس لا يأتي بدعا على الذي سبقه. أما فيما يتعلق بأوكرانيا، فقط عن أوكرانيا هي تقوم بحرب إنابة، وإلا روسيا دولة تعتمد السد الناري وتعتمد القوة وتعتمد السطوة ولديها أسلحة فتاكة، هي رائدة الأولى بأسلحة الصواريخ. وقطعا يعني حينما تعجز روسيا عن أن تتقدم أكثر من الذي تقدمته في أوكرانيا، هذا يعزز نظرية أن هناك اصطفاف غربي أمريكي مع أوكرانيا ضد روسيا. اليوم المقاومين الفلسطينيين عندهم بنك أهداف محدد ضد الكيان الصهيوني؟ يعني قطعا المقاومة الفلسطينية هي لا تعمل بمفردها، إنما هناك فواعل داعمة لها، يعني تبقى إيران هي الداعمة الأولى لها، تبقى دول بعينها هي محطات دعم لها. فضلا عن ذلك يعني اليوم المقاومة تحاول أن يعني أن تكون لديها ديمومة، هذه الديمومة من خلال العمليات شبه اليومية على مدار يوم الساعة التي تطلع بها بقبالة الحدود المتاخمة لغزة مع الكيان الغاصب. طيب دكتور أسامة، راح نشوف أكو حلول سياسية أو دبلوماسية لوقف إطلاق النار غير جلسة مجلس الأمن اللي دائما ما تفشل في وقف هذا العدوان؟ والله لحد الآن لا يوجد هناك أي بادرة. ما يحصل من حوارات وحوارات أمنية على مستوى ممثلي لأجهزة المخابرات والأمن سواء كان على مستوى الكيان أو على مستوى الجانب القطري أو الأمريكي أو الأطراف الأخرى الساندة المصري مثلا، اللي يحاول أن يصل إلى نوع من الحلول في موضوع تبادل الأسرى وفك الاشتباك في بعض نقاط التوتر وهدنة وإن كانت مؤقتة،
لكن أي حوار بالمعنى المعروف لا هو غير حاضر. أولا الفصائل الفلسطينية لا ترغب بالحوار الصريح والمباشر. القضية الأخرى أن رئيس وزراء الاحتلال ولا يزال متعنت بأنه يريد أن يمضي بالحرب ويستمر في العمليات العسكرية، لأن توقف العمليات العسكرية معناته قبولهم بالهزيمة، وإن كانوا هم يعتقدون حققوا انتصارات حتى وإن كانت بسيطة أو محدودة في بعض المناطق، لكن عملية القصف العشوائي هذه لا تعبر عن انتصار. بنفس الوقت توقف العمليات العسكرية معناتها البحث عن رئيس وزراء بديل عنه، باعتبار أنه كان جزء من مرحلة انكسار ما حصل في 7 أكتوبر، وبالتالي الإتيان برئيس وزراء جديد يكمل ما يعني بديلا عنه، باعتبار هو أخفق ويبدأ وجه جديد على الأقل من مسار تفاوضي مع الجانب الفلسطيني. نعم، إذن بكلمة واحدة كيف تصف صمت العالم على ما يحدث الآن في فلسطين المحتلة؟ حقيقة أمر معيب، يعني أمر مخجل. بعد ما أعتقد أكو منظمة أو دولة بما فيها الأمم المتحدة تتحدث عن حقوق الإنسان واحترام الحريات واحترام حقوق حتى الحيوان. هذا ما يحصل اليوم كشف حقيقة هذه الدول وشعاراتها الجوفاء. شكرا جزيلا دكتور فاضل أبو الرغيف الخبير الأمني، يعني أعرف عندك التزام لكن نورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. محور حديثنا الثالث راح يكون عن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد راح نفتحها بتقدير للزميل شيبان سامي. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني منتصف شهر نيسان المقبل إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التباحث في عدة قضايا. مراقبون في الشأن السياسي إن هذه الزيارة ستثمر نتائجها لتعزيز وضع الحكومة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. ذهاب السيد السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومحمل بجعبته الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية. أول هذه الملفات الملف الاقتصادي والإطلاقات من العملات الأجنبية للعراق، كون العراق لديه حصة تدفع نقدا بالإضافة إلى المستحقات النفطية. السيد السوداني يبدو أنه قادر على أنه يفاوض الولايات المتحدة بهذا الخصوص ومناقشة هذه الملفات والخروج بنتيجة جيدة، خصوصا وأثبت يعني فاعليته على المستوى المحلي والإقليمي. تتحرك حكومة السودان لإنهاء مهام التحالف الدولي وسط تصاعد حدة التوترات في العراق، ويأتي هذا التأكيد بعد استقبال رئيس الوزراء السفيرة الأمريكية إلينا رومانوفسكي في 21 من فبراير الماضي إن هذا الملف سيطرح خلال زيارته إلى الولايات المتحدة. قضية موضوع الانسحاب هو مناط هذا بلجنة فنية من الطرفين، من الطرف الأمريكي والطرف العراقي. أعتقد ستحترم نتائج الصادرة أو المبثقة من هذه اللجنة من قبل الطرفين سواء كان العراقي أو الأمريكي، على اعتبار أن هناك ممثلين لهم في هذه اللجنة، وبالتالي سيتم تلبية كافة المتطلبات للطرفين، المتطلبات السيادة للجانب العراقي وكذلك متطلبات التواجد أو التمثيل السياسي والأمني أو حتى العسكري للولايات المتحدة في العراق. أعتقد ستكون مخرجات جيدة. في الولايات المتحدة لا تريد التصعيد على اعتبار أن المنطقة لا تتحمل أكثر. في ظل تصاعد حدة التوترات بين القوات الأمريكية والمقاومة العراقية، هل سينهي السوداني خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن قوات التحالف، خصوصا وأن البيت الأبيض ذكر عدة مواضيع سيتم مناقشتها بعيدا عن انسحاب قواتها من العراق؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. نفتح المحور الثالث مع الدكتور أسامة. دكتور أسامة أهلا بك من جديد. تحدث عن زيارة السيد السوداني إلى الولايات المتحدة وتحديد موعد من قبل الطرفين، سمعنا هواية بالزيارة وكثر الحديث هواية عنها، لكن الآن تحددت الزيارة، شنو هي الأجندات من وجهة نظرك؟ طبعا أكيد بالعادة أنه من الناحية الرسمية والبروتوكولية ما تحدد موعد زيارة ما لم يتم الاتفاق على أجندة هذه الزيارة، والقضية الأخرى الاتفاق على ما سيتم الحديث فيه من مباحثات، ما معناه النقاط التي سيتم بحثها، وبالتالي النقاط أو خلينا نسميه الخطاب اللي راح يلقى من قبل الجانبين. طيب وشنو نقاط الالتقاء؟ ما معناه أن يكون هناك اتفاق مسبق على ما سيتم الحديث عنه والتوصل إلى من حوارات. وإذا نتذكر أنه يمكن تأجلت أكثر من مرة الزيارة
لأعتقد لهذه الاعتبارات، وإن لم يترشح شيء بهذا الخصوص، لكن عدم الوصول إلى رؤى متفقة أو متشابهة. العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة يوصفوها مراقبون ومحللين سياسيين يقولون هي علاقة جدلية. اليوم من وجهة نظرك السيد السوداني يقدر يخلي نقاط على الحروف في هذه الزيارة؟ يعني أولا اليوم السيد رئيس الوزراء عنده يحاول أن يتبع سياسة التوازن، يعني هو لا يريد أن يثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجعلها تتخذ إجراءات وقرارات من شأنها أن تطيح بالاستقرار العراقي، سواء كان على المستوى الأمني أو على المستوى النقدي. وبنفس الوقت هو لا يريد أن يذهب مع الولايات المتحدة الأمريكية بما ترغب وما تريد، لأن هذا أكيد راح يضر بمصلحة البلد وبتوجهاتها، وإحنا بلد إلا خصوصيته وإلا خلينا نسمي أولوياته، وبالتالي ليست بالضرورة تتطابق بدرجة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوازن هو أنا أعتقد ما يحاول أن يطمح إليه ويحاول أن يوصله إلى الجانب الأمريكي. هاي سياسة التوازن من السيد محمد الشياع السوداني. الولايات المتحدة تريد سياسة التوازن مع العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية أولاً الرئيس الحالي عند مقبل على انتخابات، وهو الآن متورط في حربين تقريباً. هو مو هو يعني يمكن المرة الأولى أمريكا تدخل في حروب مو هي اللي افتعلتها. احنا تعودنا أمريكا هي اللي تحدد قرار الحرب، وهي اللي تحدد اليوم الأول، وهي اللي تدري هذه الحرب في فترات سابقة، خاصة ما بعد 11 أيلول. ما يحصل في أوكرانيا وما في حصل في غزة مو بإرادة أمريكية. القضية الثانية، احنا بالعد العكسي الانتخابات 2024 نهاية هذا العام، وبالتالي الرئيس لا يريد أن يدخل في مواجهة ثالثة، خلينا نقول بإنجاز القول، مع الجانب العراقي، لا نقول الرسمي، وإنما مع الجهات محور المقاومة العراقية، وبالتالي ويطمع إلى أن يكون رئيس الوزراء عامل تهدئة في هذه النقطة، وأن لا يكون العراق عنصر ضغط على أمريكا. ممكن يكون رئيس الوزراء عامل تهدئة مع وجود ملف شائك مثل قوات التحالف الدولي بالعراق. هسه العراق اليوم انتفت الحاجة لهذه القوات، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء. طيب اليوم الولايات المتحدة تقبل تنسحب بهدوء؟ الكل متفق يعني بحسب رأي الخبراء أن التواجد الأمريكي في العراق هو مو لحاجة عراقية. التواجد الأمريكي في العراق هو لحاجة أمريكية، وبالتالي عملية تحديد أو تحييد هذه القوات ومن ثم إنهاء وجودها، هذا خاضع أولا للإرادة العراقية يفترض بالمرتبة الأولى، وثانيا على أمريكا أن تدرك أنه ما ممكن أن تستخدم الأجواء والأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار. خلينا نفصلها، اليوم أكو إرادة عراقية لطرد قوات التحالف؟ والله على المستوى البرلماني أتحدث، أكو قرار سابق بهذا الخصوص ما بعد جريمة المطار، وهذا القرار صار المفعول اللي صوت عليه. وعلى المستوى الشعبي النسبة الأغلب من الشعب العراقي ولا يرغب، وأي إنسان عاقل لا يرغب بواجب تواجد أي عنصر أجنبي على أراضي. على المستوى الرسمي رئيس الوزراء في أكثر من التصريح في منتديات وفي لقاءات مع دول مع رؤساء وملوك لدول أجنبية جزء من حلف الناتو، قال نحن لسنا بحاجة إلى تواجد قوات أجنبية. وبالتالي هذا يعطينا صورة حقيقية عن عمق الرغبة العراقية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الدبلوماسي. لكن ما حدث البارحة في روسيا صدر للعالم على أنه داعش موجود وبقوة، واستطاع أن يخترق جهاز الأمن الروسي ويسوي تفجيرات. طيب قوات التحالف إذا طلعت من العراق إيش راح يصير بالعراق؟ هذا هو النقطة المفصلية، أنه إحنا أولا علينا كدولة أثبتنا من عام 2017 أنه بلد مستقر، وبالتالي ما ممكن تعاد ما حصل في عام 2014. ثانيا ماكو بلد بالعالم ما ممكن أن يتعرض إلى ما تعرضت إلى روسيا، نفسها أمريكا، نفسها بريطانيا في أحداث أتذكر 5/5/2007 أحداث المترو. كل بلد هو معرض أو يتعرض، إسبانيا أحداث في إسبانيا، أحداث في السعودية، أحداث في أكثر من دولة، لكن هذه أحداث متفرقة. اليوم أكو شواهد على أنه قوات التحالف الدولي تدعم داعش في وادي حوران ووادي الشار. صحيح، التحرك يعني خلينا نسميه التحرك لأسباب سياسية، ما معناه أنه هذا التنظيم هو تنظيم ساكن أو ما إلى ظهور واضح مؤشر، لكن هو يتحرك مدى ما كانت هناك إرادة تحركه لمكسب سياسي. يعني تحريك اللي حصل في روسيا هو تحريك بإرادة سياسية واضحة لحتى يرسل رسالة للجانب الروسي. طيب. ما يتعلق بالجانب الأوكراني نفس الشيء، من ما يتعلق بالحال العراقي أكيد أمريكا، وأن هذا التوازن اللي كنت تتحدث عنه ما يتعلق برئيس الوزراء، رئيس الوزراء لا يريد أنه ما يعطي ضمانات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني ممكن أمريكا أن تخرج خارطة
يعني تغادر وهي خالية الوفاض من العراق، وأن لابد أن يعطيها بعض الضمانات حتى لا. مثل شنو هاي طبيعة الضمانات؟ وهاي الضمانات على حساب وحدة واستقرار العراق؟ لا طبعا الضمانات هي تتعلق بالتوجهات الأمريكية، المصالح الأمريكية، لكن احنا متفقين انه اكو ثوابت وطنية ما ممكن لأي رئيس وزراء ان يتنازل عنها، وهذا اعتقد ما يحرص عليه رئيس الوزراء سواء كان في برنامج الحكومة او حتى في خطابه المعلن او في علاقاته. انا ما تتحدث عن الجانب الحكومي، انا اتحدث لك عن القوات الأمريكية. اكثر من مرة انتهكت السيادة وجت قصفت المقار التابعة للحشد الشعبي. صحيح. بوضح النهار. هذا شيء، هذا شيء. السؤال اليوم الامريكي يريد هاي قوه التوازن بين العراق وواشنطن. هذا الشيء اللي احنا كنا يعني اكيد ياثر بينا ويحز في نفسنا انه ابنائنا يكونون عرضه للاهداف الامريكيه ويذهبون ضحيه وشهداء لهذا القصف الامريكي. اللي اريد اقوله الضمانات اللي تريدها امريكا هي ضمانات سياسيه، بما معناه لا يكون العراق بلد معادل للولايات المتحده الامريكيه بالمطلق، بما معناه اكو مصالح اقتصاديه، اكو مصالح نفطيه، لابد أن العراق يحافظ عليه كجزء من سوق الطاقة العالمية. والمصالح الأمنية. المصالح الأمنية هاي أيضا فيها شق آخر وفيها كلام آخر، لكن أرجع وأقول هذا ما يكون على حساب التوجهات العراقية، ما معناه أنه ممكن إحنا نكون منطلق لأهداف عسكرية داخل الأراضي طيب. السورية أو الإيرانية أو حتى تركيا. وهذا ما ضمنه الدستور العراقي طبعا. طبعا وحتى ما أكد عليه رئيس الوزراء في برنامج طيب. الحكومي. دكتور فاضل قبل قليل قال لا. داعش مو صناعة أمريكية على الرغم من أنه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أكدت على هذه النقطة. أريد أسمع وجهة نظر حضرتك، داعش صناعة أمريكية وممكن يحركوا بأي وقت حتى في العراق لو داعش انتهى ومو هو صناعة أمريكية؟ فكرة أمريكا في التعامل مع التنظيمات الإرهابية أنه هي تصنع المناخات وتصنع الظروف وبالتالي تحرك، إذا ما كان تحريك مباشر فهو تحريك غير مباشر. وبالتالي من ندرس تاريخ الجهاديين ما يسمى بالمقاومين او مجاهدين العرب اللي قاتلوا في زمن الاحتلال الافغاني، عفوا الاحتلال السوفيتي لافغانستان في سبعينيات القرن الماضي، اساسا هم صناعتهم كانت امريكا ودعمهم كان دعم خليجي، والمقاتلين كانوا يغادرون من مصر في زمن السادات يذهبون للقتال في افغانستان باعتبار ان الاتحاد السوفيتي دوله كافره وعليهم مقاتلتها. بالنتيجه وفق هذا المنحنى انه امريكا عندها اواصر وتواصل مع هذه التنظيمات. هسه مو بالضروره قد يكون اتصال صريح، وانما قد يكون عن طريق اطراف سؤالي اقليميه. يفعلون هذه الاوراق طبعاً لو ما يفعلوها طبعاً هنا بالوسط العراقي ممكن اعاده احياء داعش الارهابي؟ ممكن لو هاي ورقه انتهت للأمر. ممكن اذا ما شعرت امريكا انها خسرت العراق بالكامل، ما معناه انه العراق تحول الى بلد معادي لامريكا بالمطلق. طبعا لا ممكن انه مو فقط الورقه الامنيه، الاخطر من عندها هو الورقه الاقتصاديه، لان احنا احتياطياتنا النقديه كلها في حساب لدى البنك الفدرالي الامريكي، وبالتالي اي على مر التاريخ الولايات المتحده تخرج من اي دوله هي محتلتها برحاب الصدر باتفاقات؟ لا طبعا، يعني عدا الحاله مع اليابان، مع كوريا الجنوبيه، مع المانيا اكو اتفاقيات اكو معاهدات، لكن كل الدول هي دائما من طلعت بعد ما ابادتهم تماما، لكن اكو اتفاقات الان معترف فيها من قبل هذه الدول. أي. بالنتيجه طبعا اذا نتحدث عن فيتنام نتحدث عن تجارب كثيره، اليوم دول هي الان معاديه لامريكا وايضا حافظت على سيادتها وحافظت على استقلالها. اللي اريد اقوله انه نحن نحتاج وقت حتى نفصح عن ما نشعر فيه في صدورنا تجاه امريكا. الان قد يكون التوقيت، احنا لحد الان بلد لا يزال في طور الاستقرار. الان بدينا نعيش بحبوحه السنه الثانيه. ما خلونا استقرار دكتور اسامه. هو وياك صحيح. هسه انت لو تتبع الامور، كهرباء ردناها من شركه سيمنز الالمانيه ما خلونا. احنا قالوا الا جنرال امريكا الكتريك. امريكا تركتنا الان نعيش في استقرار، مو لان هي تركتنا، لان هي انشغلت عنا. اي هو هي هاي النقطة. وبالنتيجه لو كان ماكو حرب روسيا اوكرانيا ولا اكو غزه كان امريكا طلعت لنا فد اختراع جديد. فهو هسه هل الامريكي راح ينسحب من العراق بدون اختراعات جديده بدون سيناريو؟ اللي انا اعتقد اللي يريد رئيس الوزراء انه يعني يحافظ على الوضع الراهن باقل الخسائر، ما معناه انه ما يبقي تواجد عسكري امريكي، وبنفس الوقت ما يثير حفيظه الولايات المتحده الامريكيه في اننا بلد نعاديها بالمطلق، لكن ياتي اليوم ان شاء الله اللي نستعيد فيه اموالنا ونستعيد فيه استقلالنا ونستعيد فيه اقتصادنا ان يكون بايدنا حتى نقدر نتبع او ننتج سياستنا اللي احنا نعتقد بها ونامن بها واللي تعبر عن توجهاتنا ومصالحنا. تتوقع المفاوض العراقي راح يتحدث من مبدا قوه ومن مصدر قوه؟ احنا عندنا اوراق جيده وعندنا نقاط انطلاق مهمه. نقطه الطاقه مساله جدا مهمه،
احنا بلد الان منتج مؤثر في سوق الطاقه، نعم، مؤثر في اوبك، عندنا اوراق في التواصل مع الجانب السياسي الامريكي، عندنا اتفاقيه سابقه ما يعرف الاتفاقيه الايطاليه، اكو نقاط كثيره امريكا تنظر الى العراق على انه بلد منجم للخيرات وللثروات وما تريد تعوفه، وبالتالي نعم هو هاي النقطه ما تريد تعوفه، لكن بالمقابل احنا ما نترك نفسنا لقمه سائغه للولايات المتحده الامريكيه او غيرها. جدا اشكرك عميد كليه العلوم السياسيه في جامعه النهرين الاستاذ الدكتور اسامه السعيدي، حياك الله ورمضان مبارك ان شاء الله عليك، شكرا جزيلا. ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم. الشيخ أمام حمود يبحث مع وفد حركة الجهاد والبلاء مستجدات الساحة الوطنية. السوداني يؤكد لنقيب الصيادلة مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق. النزاهة تعلن صدور قرار حكم بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق لامتناعه من كشف ذمته المالية. وزارة التربية تعلن جداول الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي. ومركز الإعلام الرقمي يحذر بالحبس سنتين وغرامة بحق من ينشر صور ومقاطع مخلة بالحياة. حصادنا انتهى، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.